لا الحمد لله. لا، أفكار النوم، النوم عند المبيت في الليل، أما واحد نام الصبح، نام الظهر، نام العصر، في ناس بنام في اليوم 5 مرات، فمش كل نوم بده يحكي لا لا لا، النوم الوارد، الأفكار الواردة فقط عند المبيت، وهذا حقيقة بناء على قاعدة النص العام، إذا ورد من السلف تطبيق في جزء أو النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعمم، فدائما فهم النص يحتاج إلى التطبيق العملي من نبينا صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه. مثلا حديث صلاة الجماعة تفضل عن صلاة المرء في بيته وسوقه 27 درجة، فبالتالي دخل مجموعة من الناس إلى المسجد قبل صلاة الظهر، قبل أن تقام صلاة الظهر، وقالوا نصلي السنة القبلية جماعة. لعموم الحديث صلاة الجماعة الألف واللام دخل على اسم المفرد فأفادت العموم، فيقال لا تصلى جماعة سنة الظهر. لما؟ لأنه التطبيق العملي من نبينا صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه قامت الهمم والدواعي على صلاة الجماعة، ومع ذلك ما صلوا سنة الظهر جماعة، فأن تصليها جماعة بدعة، وهكذا. فقامت الهمم والدواعي كما قلت، قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، وما شابه، ومع ذلك ما ورد إلا عند المبيت.